ورانا دكتور سهام حسن، اخصائي النفسي والتعديل السلوك. برحب بيكي دكتور سهام معانا. على كل المشاهدين. يعني انا عارفه ان هو موضوع صعب، ودلوقتي اللي بيتفرجوا علينا سواء ابهات او امهات هيبقوا يعني عارفه بيحصل كده زي خوف لحسن ممكن حاجه زي كده تحصل لاولادهم. الاول كده الى اي مدى الظاهره دي ممكن تاثر في نفسية الأطفال؟ لمدى للأسف هيتطور معهم لحد مرحلة المراهقة وكمان مرحلة الشباب وممكن بعد حتى ما يقيم أسرة، لأن أنت ما بتقيسيش التأثير النفسي دلوقتي إلا لو أنا ما تعاملتش معاه بشكل سليم. صحيح. يعني هاخد من المقدمة كده نقطة إزاي أن أنا أعمل التوازن ما بين أن أنا ما أجرحش مشاعر ابني باعتقاد دايما سائد. لما بقول نوعي اولادنا تقول لي مثلا الام هو انت عايزاني افتح عين مثلا ابني او بنتي على الحاجات دي؟ لا طبعا، ده لسه صغير. وبعد كده بتفاجئ ان بيحصل لا قدر الله اعتداء او تحرش بالطفل، فاقول يا ريت اللي جرى مكان ويا ريتني كنت فعلا وعيته. فاحنا مش عايزين، مش فكره ان احنا نفتح عيونهم قد ما احنا ننقل لهم التوعيه السليمه ان هم يقدروا يميزوا ان ده خطر وامتى يلجا لي او يلجا لاي حد من المحيطين حواليه. فدايما السؤال اللي بتسأله اللي هو من سن كام ابدا افهمه او افهمها بالظبط، وامتى اقول ان انا كده يعني على اول الطريق السليم. كل اولادنا وهم صغيرين من عمر مثلا سنه وكام شهر كده بتلاقيه ان هو يبدا يردد وراكي، يعني مثلا ايه عيب، فتلاقيه يقول لك عيب. ايوه على صح. مثلا جايه مثلا تزغزغيه او مثلا هترفعي لها الدريس بتاعها، هتعملي اي حاجه عيب. ليه؟ لان ماما مثلا مفهماها ان انا ليا قاعده معينه، مش هينفع مثلا اقعد كده او ينفع اعمل اي شكل من الاشكال لو حد جه مثلا لمسني او اي حاجه من المنطقه اللي احنا عايزين نوعي فيها. ولاد وبنات ولاد وبنات الاثنين يا جماعه، لان حتى دلوقتي الاعتداء كمان بيتم على الولد مش بس البنت. ده مش دلوقتي، ده على فكره من زمان قوي وفي كل حته في العالم. ده مرض. زي ما انت قلتي انا بدات السوشيال ميديا تنقلي صوره. الاول كنت بسمع، دلوقتي بقى في صوره وفي كاميرات بتراقب وبتجيب لي الحادثه الوقائع كلها بالظبط كما كانت. فلازم اخد بالي ان انا الاماكن الحساسه بوعي ابني عليها من هو عنده سنه وكام شهر. يبدا ان هو حتى يردد ورايا المصطلحات اللي انا بقولها له، عيب مثلا ان محدش يجي في المنطقه دي، فبالتالي اي حد بيحاول ان هو يلمسه في المكان ده لا. اراعي كمان نقطه مهمه جدا بما ان احنا بنذكر السن الصغير، ان انا ما ببص الاولاد غصب عنهم او ازغزغهم واحضنهم غصب عنهم. مش لازم اللي هو هتتباس يعني هتتباس وابدا ان انا احكمه كده ويحاول يفرفص مني، لا انت كده بتديله مؤشر ان انت هتتحكم فيه. ان انت مسيطر على حركته. يا ده ممكن ياثر في نفسيته طبعاً. حتى لو بضحك مع بابا ماما لا لا مفيش طبعا، لان انت هنا بتديله تصريح كده واعلان مباشر ان انا عرفت اسيطر على حركتك، او ان دي حاجه فاني او انها بالزبط. حاجه مضحكه. فانا لما هاجي قدام الجاني انا برضو مش عارف ادافع عن نفسي، لان انا في الوقت ده برضو هم اتحكموا بقبضه ايديهم وبسيطرتهم عليا، فهتلاقيه ان هو مش بيقاوح. ده بل بالعكس الطفل القوي، مش قوي بقى قوه جسديه، قوه شخصيه. انت لو هو فعلا مش عايزك تبوسيه عمرك ما هتعرفي تبوسيه. صح. بتلاقيه كده عارفه انت زي الصابونه بتزفلط كل حته، لان هو مش عايز رافض ده. فبالتالي احترم ده في ابني جدا من وهو صغير. بلاش روح بوس عمه، بلاش اقعد على رجل عمه، هو مش عايز بلاش. وانا كمان بلاش ان انا افتح محك او طريق لده، سواء بقى المعارف، القرايب من الدرجه البعيده. والقرايب الدرجه البعيده دول يعني يتلخصوا في ايه؟ الدرجه القريبه بابا وماما بس بس بس. مش تيتا، مش جده، مش خلاننا، مش عمامنا. سهام انت هتخوفي الناس كلها. لا، هو احنا الفتره احنا الاخيره بنسمع قواعد بالظبط، وبنسمع كمان ان الناس دي للاسف ممكن يكون ما بينهم حد مضطرب نفسيا. على فكره الامراض النفسيه دي ملهاش علاقه بدرجه القرابه بالظبط، على قد ما ليها علاقه بالمرض نفسه. احنا بنوعي. وكمان حاجه مهمه جدا برضو في السن الصغير ده عشان ما يتنقلش للمرحله اللي بعدها، ممنوع ان ابني يخش عند الدكتور لوحده. وبرضه حتى لو انا مثلا اتاخرت وراه وابني دخل مثلا دكتور اسنان ايا كان، ما يرفعش هدومه او ان هو يقعد على السرير غير لما انا ادخل لك. انا عايز ماما. او ان هو مثلا لو لسه صغير ماما يمتنع لحد ما انا اكون موجود. ليه؟ لان انا بعد كده في المرحله اللي اكبر هنقله ان ما ينفعش حتى الدكتور يلمسك او يجي جنبك غير في وجودي انا او بابا. صحيح. تمام. صحيح. فهنا انا بنقله بشكل بسيط جدا الخصوصيه، ده اولا.
ان انا ازاي امنع درجة الدايرة بتاعتي اللي هي بابا وماما حد يقتحمها ويخش كمان فيها. الخصوصية في السن الصغير كمان، لو انا عندي بيبي وعندي طفل عنده 3 او 4 سنين واخوه اللي اصغر منه لسه بيبي، ما ينفعش ان انا اغير له قدامه، عشان هو طبعا هيبدا يشوف الاماكن الحساسة، وانا بقول له ما حدش يشوف ولا يلمس. وبالتالي انت كمان ولا تشوف ولا تلمس، لان في امهات بتوعي جزء من التوعية وتسيب الباقي. فالطفل بيبقى فاهم. او دكتور سام ما بتطبقش يعني، بتقولها كلام لكن لما يجي ساعة التطبيق خليك قاعد، فاهمة مثلا إيه؟ او فعلا الجزء اللي هو بختزله، ان محدش يجي جنبك بس انت عادي ممكن تروح تلمس او ان انت تشوف. فبتلاقي ان الطفل مثلا في لعبه الفضول والاستكشاف عند سن الاربع والخمس سنين، اللي هي دايما المدرسين بيشتكوا منها، ان هو مثلا الطفل قال له انا مثلا هوريك وانت توريني، او مثلا انت تنزل هدومك وانا كمان، فبتلاقي ان في طفل رافض وبيقول له انت اعمل كده، فبتلاقيه هو الشخصيه الثانيه منقاده، واحد تاني لا متصلب الراي، انا مش هعمل كده عشان ماما قالت لي عيب. طب الناحيه الثانيه، ما هو انت لازم برضو اكمل، ولا انت كمان تلمس ولا تشوف، ويبقى في مساحه تحترمها اللي هي البرايفسي بتاعت البني ادم، اللي هي المتر واللمسه دي اقصاها ان انا مثلا هعبر له عن حبي مثلا على كتفه او على ظهره من ورا، ما ينفعش ان انا برضو المس الاماكن التانية ايا كان مين هيجي يعبر لي عن حبه، البوسه تبقى من الراس او من الخد، او بلاش بوس بقى، احنا في كورونا اصلا ماشي، بس هتلاقي يعني برضو مش عايزين، ان في ناس عايزه تبوس من قرايبنا. فانا بالتالي برضو البوسه تبقى من هنا او من هنا، مش لازم ان انا اسبب للطفل اي ازعاج ان انا اقتحم خصوصيته. دكتور سهام.